نشوف ما نشوفش ليه يا بنت؟ الحوار الجامد اللي دخلتينا فيه ده، قومي يا بنت عاوزين نشوف حاجة حلوة. سلام من عيني. ده انا في ثانوية عامة، ده لو بابا وماما عرفوا ممكن يموتوا فيها. ابوس ايدك.
وحدانية ده ما صدق منين يخرب بيته فاكر نفسه لسه بسم الله الرحمن الرحيم. ده انا هطلع البلا على جدتك وجدتك اللي خلفوكي النهارده. في ايه بس يا ست مطر؟ وانا كنت عملت ايه يعني؟ الله بيت؟ كنت بتعملي ايه جوه بيت؟ ابدا، كنت بساعد المعلم في الشيشه، ما انت عارفه انه صحته على قد، فكنت بشد معاه. اسمعي يا روح امك، انا ما احبش المسخره دي عندي في البيت هنا. مسخره دي بس كفاله الشر، دي شيشه. شيشه؟ امال بشويش عنيا انا واحده نيه دي تبقى ايه يا روح امك؟ والنبي معنا دي امينه. بيت؟ الله، لازم الفرفشه للمعلم. عارفه لو شفتك بتعملي اللي عملتيه ده بعد كده هعمل فيكي ايه؟ اقلع الشبشب وانسله على دماغك. وانا مالي؟ الله، روحوا قولوا الكلام ده للمعلم، قولوا انتوا عايزينه انا اعمله. الله، اهو سيب راجع اهو. طب امشي. نوري لحد يشوفك يحس بحاجه. والنبي نقول للمعلم، انا مش هسكت بقى. ها مهندس عبد العزيز ريان والد شادي اللي خدتوه هو مع اصحابه. ما انت راجل محترم كده ومتعلم وفاهم، سايب ابنك ليه البلاوي دي؟ بلاوي؟ انا مش فاهم حاجه يا باشمهندس. احنا ما جبناش ابنك من وسط اصحابه او مع اصحابه، ابنك اتمسك متلبس في وسط عيال شمامين وضريبه. ايه؟ يطفك يا رب. شادي ابني ده عمره ما دخن سيجاره. شادي في ثانويه عامه كمان متفوق. ابنك هيتعرض على النيابه كمان ساعه، عشان كده بعت اجيبه. اساله بنفسك يمكن يرد عليك. ادخل. شادي حبيبي حبيبي. شادي قول لي كل حاجه بصراحه بوضوح. حلو حبيبي، رد عليا حبيبي، اتكلم. شفت اديك سالته ما ردش عليك. بص ايدك، اكيد حد ضحك عليه. عمره ما يعمل حاجه زي دي. انا تعبت قوي في تربيته، عمره ما هيعمل حاجه زي دي. يا باشمهندس ما تضيعش وقتك، ابنك هيتعرض على النيابه، يعني الحق قوم له محامي زي ما قلت لك. بس حدك بتقول متلبس، يعني ضاع في ده، يعني مستقبله راح، يعني شقى العمر كله بقى في الارض. سعادتك احنا مش كده خالص، احنا ما نعرفش الحاجات دي. اعملوا عليها تحريات، مش انتوا برضو بتعملوا تحريات؟ اسالوا عننا، هتلاقونا عيله كويسه قوي ملهاش علاقه بالحاجات دي. ابوس ايدك، امي ممكن تموت وتروح فيها، احنا كلنا ممكن نضيع. البيت هيتهد. علي رب رب بص يا باشمهندس، اللي انا هعمله ده ضد القانون، لكن احيانا كتيره جدا القانون بيكون له قلب.